شكرا لزميلة عبير النقبي، من خلال هذه الفقرة قدمت لنا أهم الطرق لتجميل الأسنان. مشاهدينا مستمرين معكم في فقراتنا، وتتميز دول العالم وتختلف عن بعضها بالكثير من الملامح والصفات، ولعل الملابس أحد أهم الاختلافات. ونتساءل اليوم كيف كانت أزياء الأجداد سابقا. خلونا نتعرف مشاهدينا معكم من أمي مريم على ملابس الأطفال قديما، ويسعدنا نرحب بالوالدة مريم سعيد سالم رئيسة الأنشطة والفعاليات في جمعية شمل في رأس الخيمة. ويسعد صباحك أمي. صباحكم الله بالخير والسرور، حياك الله. يا مرحبا بكم، حياكم الله، يعطيك الصحة والعافية، كل خير وسرور يا رب. نتكلم في البداية عن الملابس التراثية الإماراتية في الماضي بشكل عام. تعتبر الملابس الشعبية زين رمز وعنوان الهوية الوطنية، يعني في أي دولة من الدول السيرين كل واحد يفتخر ويعتز بثقافته وثقافة موروثه الشعبي من الملابس الشعبية. أمي مريم، كيف كانت نتكلم أول شيء عن الملابس، كل فصل وكل وقت من السنة كيف كانت تختلف من فصل لآخر؟ نوع القطعة كيف تكون طويلة؟ خبرينا أكثر عن هالأمور. بالنسبة للملابس صارت عمرش، مال الشتاء غير ومال القيط غير. مال الشتاء تميز هو أنها ثقيلة وغليظة، مال الصيف تراها رفيع مثل الشربت مثل الكيمري مثل المريسي، هذا الملابس القيط. أما الشتاء مثل ما تشوفين أنت حين ملابس الأولاد هذا في الشتاء تكون كندوره داكنه وغليظه، هذا كندوره الوليد الصغير. قطعته تختلف، لازم تختلف، غليظه ترى تدفي عن البرد. قبل تشوف يسلبوبلين والدكرون، هو هذا يعني ما شاء كان عندهم صوف. الصوف تتميز بكنادير البنيات والحريب، اما الريايل يش البوبلين ويش الدكرون الغليظ مثل ما تشوفين هذا. ومن وين كنتوا تجيبون الوالده القطعه؟ من السوق، يوم يسرون يبون التجار يبون ما شاء الله يتاجرون ويجيبونها من السوق، يابوها من السوق وخاطوها لهم. منو يخيط امي هذه الكنادير؟ الحرمه رعت البيت ما شاء الله، الحرمه ما شاء الله عليها مبدع في كل شيء. انزين تخيط الكنادير، تخيط شو اسمه كرمته سراوي اليهال، تخيط لهم الكلوتي يوم وقت البرد، هذا الكلوتي ما يسحق البنيه. شو اسمه وحطوا للتلي هنا ولبست اياه وربطت اياه عن البرد، والبني العوده حطت لها وقايه، والولد حطوا له شو اسمه قثره وربطوها وورا، وهالكلوت بعد هذا الصوفه هذه حق الشتاء. حق الشتاء. اي نعم. كلمينا اكثر الوالده عن ملابس، بنتكلم اكثر عن ملابس الاولاد الحين في البدايه، خبرينا شو كانوا يلبسون؟ يعني خبرينا عن الانواع وشو عندك الوالده شو جايبه؟ طالت عمر شوفي بالنسبه للاولاد قلت لك هذا ترى مال الشتاء، ايش عقب الصيف. الصيف عند نفسك كل كنادير عربيه وتخيطن الحرمه قبل ما تطيح الكرخانه تخيطها بديها مثل ما رويتكم هاي قبل، اكن هذه لبس شتاء زين، وهذا لبس بين الشتاء وبين القيض، وهذيك اللي قدام هاي ام الفروخه هذه الشربت هذه لبس القيض، هذا يوم الحر عزه الحر هذه تلبسها وتخيطن هي خاطت الحرمه ما شاء الله بديها سوت لها البيطان ولا سوت لها شو اسمه الفروخه خاطت لها ولبسوها. هذا بالنسبه للكنادير وملابس الاولاد الصغار. نتكلم عن البنات شوي. البنات من تنتقل لبني شويه، شوفي قبل شو سوت لهم كندوره عربيه زين مسوايه بمريره، هاي حق 4-5 سنين. شوفي هاي يقول مريره هاي من السنين اروح الحرمه وفي شوي الفصمه شوف فصمه عقمه، هاي تشوفين هذه العقمه تسوى تخيطها الحرمه روح حق البنت. يوم عاد قبيضنا الكرخانات الماكينه سووا لها عاد المكسي، شوفي هذا خياطه الماكينه. نعم وخياطه حرمه تراها مو بخياط ولا شيء، ما شاء الله كل انتاج العضوات تراها من الجمعيه ما شاء الله. نعم هاي سوت لها المكسي، وهذا الصريوي الصقاطي احنا نسميه صقاطي شوفينه. هذا في القيض صح؟ هذا في القيض. نعم في القيض. امي في اسامي حق الاقمشه هذه والقطع هذه؟ هاي كندوره بولانه. هاي قطن بولانه وهذا بعد قطن ساده وهذا المشيره، كل شيء لشيء. بالنسبه حق الالوان امي كانت يعني كانوا يختارون الوان معينه؟ والله ما يختارون، اللي يشوفونه في السوق يا ابو قبل الحريم ترى ما يصيرون له سواق صح. زين الريايل الحين يصيرون يشترون هذا شافوا يا من المحلات عند الدكان هذا والثاني والثالث جابوا قطع وخذوا لهم، وعقب شوي عاش النفنوف ين عاد تطور شوي شوي، اول المكسي الكندوره الساده زين، وعقب ياس شو النفنوف، هذا النفنوف النفنوف يسوي الحزام ويفرحن عاد البنات يوم يشوفون الحزام صح. هذا النفنوف وهذا في البيت يعني
هي في بيتنا في البيت حتى في المناسبات قبل ما اش اقول ايش قبل ما تي المخاوير وهذا والتطريز هذا الحرمه روح اطرز وش اسمه وتعدل الرقبه وتعدل الايادي الاكمام منه ومنه ولبسته واكثر شيء احنا قبل كلنا نفنوا في الساده وهذه مناسبات الاعياد ولا مناسبات عرس بيشلون اهلنا من سنين هذا جاب الحرير بعد هاي نفنوف شوفينا وهاي حق المناسبات هاي حق المناسبات مريم وايد حلو يا فرح حتى عند بني يوم بتلبس هذه شو اسم القطعه هذه امي عندها هاي بالطاووس ورقه شوفينا طاووس حريه خبرينا امي عن انواع التطريز اللي كانت تستخدم رويتينا انت بعض الامثله خبرينا اكثر التطريز وقت كل شيء تطرزها بالاول بالهدوب تسوي لها المريره وتسوي لها الغرزه المريره هاي تعدلها يبل الرقبه منه وتعيد الحق بالنسبه للبنت الولد لا الولد كان كندورته بيضه خاطه ولا بيضه وكان ماشي خيطه ابيض حطه هدب حمر يعدله سووا لها الرقبه وسووا سوت الفروخه ولبس الولد ولون بنفس الشيء مسدد وهاي القطعة أمي هاي اللي هذه طالت عمرش عادة يوم يو عاد الموديلات وها طالعيها أقدم كندورة هذه عاد يوم يو أول ماي والخيايط خاطوا إنزين وحطوا شوفي أمي شوفي هذه مكسي شوفينها إحنا نسيت دوري منها حرام ما حصلت منها في السوق إنزين هاي سووا المكسي سووا لها عادة هالكلر هذا أنتم تسمونه إحنا الأب عقولتهم إنزين وسووا لها هذه حطوا لها الشريطة هاي وسووا لها الفصوص وتشوفين فصمته حديد ما الأول أول ما طاح الحديد أشوف فصم فصم هذه تشوفينها عاد وين عاد هاك تشوف عمرها كاش خمس سنين أول ما ظهرت الخيايط نعم أول ماي والخيايط ونزلوا الخيايط عندنا قاموا يخيطون هذا المكسي وشوي شوي وشوي شوي 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 ما شاء الله طلعت الموديلات والقطعة تلمع بعد هي تلمع قاوية شوف مش خيطة زري زراية ما شاء الله أمي القطع اللي كنتوا تستخدمونها قبل موجودة لين الحين إذا بنقارن بين القطع شوفي أنا بقولش أي شيء طالعين يعني مال قبل بس حطوا لي اللون بيحطوا لي الرسم النقش وهاي بس ما بجوده الخلقه الاوليه صح لا اي شيء تغير ما شيء تيش بوليش بولانه تيش بولانه هذه شوفين هذه قطن محط عليها مريره هاي مال ياهل بعد شوفينها مال محط هاي يسوونها بقول القيطان القيطان يسوون عليها هي. امي كيف قبل تاخذون القياسات يعني ما في خياطه الحرمه تسوي وتخيط في البيت بالشبر وبالإدراع اشبرت البنية من كتفها لين شاسم يوزة ريلها والولد نفس الشيء واشبرت صدرها واشبرت دياتها ما شاء الله أمي قبل عاد ما كان يعني ما شاء الله اليوم كل واحدة عندها الكنادير والفساتين وعندها بالأعداد قبل اللي هال يعني تقريبا كم كندورة عند الولد وكم الولد يلا قبل ثلاث أربع كنادير هي إيه عاد شوي الحين ما شاء الله الكبات طافحة تشتكي ما تترسي ما شاء الله أقول إيش ثلاث أربع كنادير ويخلون كنادير حق بقول شو بالمناسبات كان عرس ولا كان وقت موسم عيد ولا كان رمضان ولا شيء لبسوا هاك الكنادير الغاوية والباقي حيلعب فترة كان وحدة وكيف كان شعور البنت ولا الولد لما يتريون ويشوفون الأم تخيط يفرحون والله يفرحون انا وحده مني اتذكر ليله عيد رمضان الحج انزين مسوي لي عند حرمه كندوره هي وملابسها الداخليه زرقاء بوبلين كذا محطتنا تحت راسي متى بيسوي الصبح كان ايام العيد متى بيسوي الصبح بلبسها يعني يفرحون متى بيسوي الصبح وكان عندهم مناسبه كان عرس ولا شيء بنت امي بتخلصين كندورتي وبتلبسين اياها بصير العرس وياك ما شاء الله طرقت لامي لبست الولد قبضها الولد من طرف عباته ولا كندورته وروح ومستانس عادي مستانسين فرحانين اقول ايش فرحوا بهالكنادير قبل الحمد لله رب العالمين الحمد لله امي قبل كانت المراه الاماراتيه تستخدم السويعيه شو هي؟ السويعيه هاي عباه هي عباء من العبي هاي تياب من السعودية نحن ماشي عندنا في الإمارات ماشي خدمتها هنا هي تياب من السعودية صوف وهاي تلبسها بقولش ما شاء الله المقتدري قبل ويوم عقب العروس زين حطت عراسة وشيء من الخدود يسمونها شيء سويعي سويعي عاد عريضة كذا هذا ومكبونة طرفين مو بطرف واحد بتشحينها مثل الحين تشخ لقى العباس من راسه الأساس السادة لا مكبونة هاي السويعية هي هي مو باي حد يلبسها يعني هم بقولش يلبسون على حسب الاسر المقتدره هي غاليه يا ما زالت غاليه ولا نحن في الامارات قبل عندنا احنا وخصلا الامارات الشماليه ما كان عندهم السويعيه العباس الساده العادي يوم طاحت العبي العبي الساده هاي
ب40 اتذكرها اول ما البس العبانه ب40 يابوا لي اياها قبل ب40 40 ربيع تعالي اي والله مي مريم خبرينا عن المناطق المختلفه كانت عندهم مثلا انواع معينه من التطريز او لما طلعت المخاوي خبرينا اكثر عنها يوم طلعت المخاوي هذا كله ودروه حطونا لها هي زين يوم طلعت المخاوير قول انت في نهايه الستينات كذا جت المخاوير نزلت المخاوير عدل جت شو اسمه اول قلت ما قلت لكم ذاك ذكرت لكم قبل ترى يخورون في المدراس قبل زين عقب ما شاء الله ترى وصلت المخاوير هنا عندنا قاموا عاد يخورون الكندوره العربيه ويخورونها من النص ويخورون دياته ما يسوونها لين هنا مفصصه وغيره لا خوار خوص بالتوله ولا خوص لين هنا زين واليه مخاوير ها مي ما شايف صوص قبل ما شايف صوص قبل ايش يسمونه يعني عليه الفولك هي الفولك في نهايه الستينات طاح الفولك هي. السبعينات بدايه السبعين طاح الفولك امي متى كنتوا تستخدمون التلي التلي لا ما شاء الله التلي عاد من سنين الامهات خاصه اقول شيء الساحل هم اللي يستخدمونه يسوونه ما شاء الله يخدمون التلي من سنين يخدمونه هي. يعني اهل الساحل يستخدمون التلي اي نعم اهل الساحل اكثر شيء ما شاء الله خدمتهم في التلي واهل اللي ما اقولش الريف والمناطق البدويه شو يسوون بقى قلت ليش يسوون ليش قيطنا يسوون القيطان ويسوون ليش المريره مثل هاي القيطان هذه ويسوون ليش المريره وخيط يعني الكندوره العربيه هي يعني تختلف القطع وحتى الموديلات وحتى الاشياء اللي تستخدمونها من بيئه الى بيئه ثانيه في الامارات في خياطه الحرمه بقيت ايش انا اقول شال الساحل الحرمه ايش اسمه سوت دفنوف هل البيئه البدويه عندنا نحن ما يعرفون النفنوف عندهم بقول ايش الساده والكندوره العربيه هذه عندهم قلت تختلف اما القطع ما يختلفن اللي يصير السوق ترى القطع نفسها نفس انها بغيتي حمراء صفراء زرقاء ليل ونهار ولا بوبليل ولا انواع القطع ترى اللي في السوق اما شو اسمه اختلف الخياطه بلا تختلف ما شاء الله علينا هالي البحر هنا يسوي ليش النفنوف اكثر شيء وينزل والمكسي نحن سيده هناك يسوون عندنا اهل البيئه البدويه الجبليه والزراعيه كلها سيده ما شاء الله تعبني النفنوف الاصفر هذا قديم هذا هي وحتى قطعته تحسين الحين هذا البنات اللي ملابسات لنا قبل ما ندربهن احنا في الجامعه سنه ثالث وثاني في الجامعه ما شاء الله وعليها يمكن الحين نحصل هذه القطع لكن ما بنحصل الجوده ما بتحصلين شو اسمه الجوده الاوليه ما بتحصلينها الحين ايش بطيره ويش بوتيله ويش المزراي لكن ما ايش المزراي اللي هو له الاولي وكيف نحصل على القطع الاوليه؟ الحين ما كيف نميزها؟ كيف نميز اذا القطعه هذه جودتها زينه ولا لا ترى الحرمه تعرف ما شاء الله من ملمس القطعه ومن هذا الحين تعالي تاخذي الورع تشري 25 والله بقول ايش غسلتي كر صدقك والقطعه ب 100 و120 كرت زين تعالي حق هذه لا ما شاء الله اغسلي والبسي شوفين هذه اغسلي والبسي ولا يعورن والله بتكدسين ومنين اي والله وتيود لا الحرمه بعد تيودها حق الياهل اللي بيجي حق البنت اللي بتي كان عندها ولد ولا عندها بنت والكندوره زين ما امتشت لا ما تحفظها غسلت طالت عمرها وربعتها وحطتها في السحاره يوم بي اخو ثاني لبسته ما شاء الله وهنا نقارن امي مريم مقارنه سريعه بين الماضي والملابس بشكل عام كانت تستخدم لاكثر من واحد او اكثر من طفل والحين بعد الزمن تغير صحيح اكيد الزمان تغير الحين ما شاء الله ما يفرحون بالجديد اقول ايش قبل يوم نلبس الياهل الجديد ولا يلبسون اهلنا كندوره جديده لبستي جديد وعشت سعيد الحين ما شاء الله الصبح يتكندوره منه والعصر يتشيس منه ماشي الحمد لله رب العالمين كل شيء متوفر ولا قبل لا يفرحون بالثياب يفرحون بها ما شاء الله يعني ما احبها قلت ليش يحفظونها كان الكندوره ما امتشت ولا تقطعت ما شاء الله حفظوها حق الجيل اللي بي اللي ولد اللي عقبه كانها فوده ولا كان برنوص ولا كان شيء ولا كله محفوظ. هي انا ابوي الله يحفظه دائما يقول لي قبل كنا نحن نتريى المناسبات ونتريى العيد عشان نلبس شيء جديد ونستانس، انتم كل يوم مستانسين، كل يوم عندكم شيء جديد ما تحسون بهذه الفرحه. الحين هذا الكلوتي انا بنتي يوم صف سادس مسوت لنا روحه داخله مسابقه سادس ابتدائي، الحين ما شاء الله سنه ثانيه في الجامعه. ما شاء الله. دخلت بديتها مسابقه خيوط وتراثنا وخدمت بديها روحه. ما شاء الله. وخذت المركز بديتها الاول على الدوله، ليش؟ لان انا زرعت فيهم الشيء. حلو. يحافظون على العادات والتقاليد، يحافظون على موروثهم، يحافظون على بقول ليش اللي خلفوه الاجداد صح ما بيسوون لك بتقول ما شاء الله عندهم شو فكره وعندهم ثقافه عن موروثنا الاولي حلو نعم مريم احنا دائما نستمتع في الحوار معك ويوم الثلاثاء دائما يكون مميز بوجودك معنا شكرا يعطيك العافيه يعافيكم يا رب العالمين مشاهدينا كل شكر والتقدير للوالده مريم السعيد سالم رئيسه الانشطه والفعاليات في جمعيه شمل راس الخيمه دائما تتحفنا في يوم الثلاثاء بفقرات مميزه عن التراث الاماراتي
وصلنا لختام حلقة صباح الشارقة لليوم، نترياكم إن شاء الله في حلقة جديدة ومواضيع منوعة غدا إن شاء الله. مع السلامة، نشوفكم باكر مشاهدينا في حلقة جديدة ومواضيع بعد جديدة، ومع السلامة.